أهلا المشاهدين الكرام، مشاهدي أنفاس بريس، معكم ضمن برنامج محكمة. نستضيف ضمن حلقة هذا اليوم الأستاذ عائشة القلاع، محامية بهيئة الدار البيضاء ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إضافة إلى كونها برلمانية سابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي. نستضيف الأستاذ عائشة القلاع ضمن الأيام الدولية التحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء. أستاذ عائشة القلاع، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا واهلا وسهلا بكم في مكتب الاستاذ عائشه قلاع. مرحبا الاستاذه. اول سؤال، احتفلت مؤخرا ضمن الايام الدوليه لمناهضه العنف ضد المراه، شنو هي المساهمه ديالكم كجمعيه لحمايه الضحايا في هذه الايام التحسيسيه الدوليه؟ شكرا على الدعوه الكريمه وعلى انشغالكم بموضوع اللي هو موضوع كيشكل ظاهرة من الظواهر اللي عندها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية. طبعا العنف ضد النساء كجمعية وجمعية حديثة النشأة، ولكن الموضوع ليس حديث النشأة. موضوع العنف ضد النساء هو موضوع يعني اللي خاصة مع التراكمات لا على المستوى الاجتماعي ولا السياسي ولا الثقافي، هو موضوع اللي يعني عنده قرون وقرون من التغلغل داخل المجتمع المغربي وداخل المجتمعات عامة، ماشي غير المجتمع المغربي. كجمعية خلال هاد الأيام الأممية التحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء، هذه خذتها بادرة الأمم المتحدة تقريبا 29 سنة هذه باش كتخلد هاد الأيام، ماشي هو احتفال، لأن ما يمكنناش نحتفلوا بالعنف، ولكن هي واحد الوقفة لمحاولة تقييم ما تم إنجازه من أجل مناهضة العنف ضد النساء، وثانيا من أجل التحسيس للحد من هذه الظاهرة ولتشجيع النساء أنهم يجهروا في حالات تعرضهن للعنف المبني على النوع، بمعنى أنها كتعنف فقط لأنها امرأة، ماشي كتعنف لأن عندها شي سبب آخر، ولكن المبني على النوع واللي عنده أسباب متعددة هاد العنف. كجمعية اختارينا ضمن هاد الأيام أننا نضموا لقاء تحسيسي اللي حضرت فيه طبعا كإعلاميين، واللي حضرت فيه ضحايا، بعض الضحايا اللي قصدوا الجمعية من أجل تبني ملفاتهم، من أجل مساعدتهم ودعمهم، هم ضحايا اعتداءات جنسية وضحايا العنف، وسمعتوا شهاداتهم ومعاناتهم. كان الهدف من هذا الشيء هو أنه نعطيه الثقة لهذه النساء أولا باش يعرفوا بأنه كاين محيط اللي يمكن يستمع لهم وما يبقاش عندهم خوف من أنهم يجهروا بتعرضهم للعنف. وثانيا بغينا خصوصا الحضور كان متنوع، فيه كان فيه اطباء وكان فيه محامين كان فيه حقوقيين وكان فيه طلبه، يعني اللي استمعوا لشهادات هاد النساء لمعاناتهم لمشاكلهم، لا قبل الاعتداءات ولا اثناء ولا من بعد الاعتداءات، ولا اللي يلجؤوا للقضاء واش تنصفوا ولا ما تنصفوش، يعني المعاناه ديالهم على جميع المناحي. واللي بغينا حتى هاد النخبة المجتمع أو الشريحة خاصة ديال الطلبة يكون عندها وعي بواقع العنف. هاد اللقاءات كما قلت ماشي لقاءات من أجل الطرف الحقوقي، هذه لقاءات اللي كتمس واحد الواقع، كتمس ظاهرة اللي هي خطيرة داخل المجتمع المغربي، كما هي داخل خصوصا على مستوى الشهادات. الشهادات كانت صادمة يعني، نعم، وأثرها عند الناس يعني كان أثر بالغ. هاد الشيء علاش بغينا حنا اختارينا ان تكون شهادات حيه ديال النساء وسط الحضور باش يعرفوا الناس الحقيقه ديال العنف، حيت الاشكال هو ان المجتمع المغربي كمجتمعات اخرى عندها نفس المرجعيه ونفس التاريخ وكتجمعها نفس المجتمعات العربيه والمجتمعات الاسلاميه، طبعات مع العنف ضد النساء، ولا عندنا عادي نشوفوا مرا كتعنف وكان القدر ديال النساء هو انهم تحكم الشارع. نعم في الشارع وما كاينش رد فعل، لانه لا عادي ان المراه تعنف، بان داك السلوك ديال العنف سواء تحرش جنسي ولا عنف لفظي ولا عنف مادي
مسألة عادية، وقدر المرأة أنها تقبل هذاك العنف عادي، وبمنطق صبر وبمنطق حشومة وبمنطق هي مرأة، وإلا تسمع عليها هذاك الشيء ماشي لأنه كاين واحد الثقافة تقليدية اللي سائدة منذ عقود، إن لم أقل منذ قرون، اللي كتزكيها الطرح، واللي عندها طبعا أسباب تجدرات داخل المجتمعات لدرجة ولينا مطبعين مع العنف، وكأن العنف هو قدر المرأة، وكأن العنف هو سلوك عادي داخل المجتمع، في حين أنه سلوك غير عادي. لهذا الجمعية ارتأت أنه يحضروا النساء ضحايا العنف وضحايا العنف الجنسي وضحايا الاتجار بالبشر باش يحكيوا معاناتهم، لأن المرأة كتبقى عايشة مع المعاناة ديالها إما بوحدها إما في الوسط العائلي ديالها، وهذا الشيء عنده أثار اللي هي وخيمة، وكما قلت عنده تكلفة كبيرة، ماشي فقط على ديك المرأة، هذا كيبقى مأثر عليها وعلى سلوكها وعلى مشاركتها لا في أسرتها ولا في المجتمع، كيأثر كذلك على المجتمع، كيأثر على الدولة ككل، على إنتاج وعلى مشاركة ديال نصف المجتمع في المجتمع. وبالتالي إذا كان نصف المجتمع أكثر من نصف دياله معنف، ما كنظنوا باننا مجتمع ما غاديش يمكن يتقدم بشكل عادي وبشكل اللي يمكن يخدم لا المجال نعم شنو الطبي ولا التنموي ولا شنو الاثر النفسي ديال القاء الشهادات عند المراه المتضرره او المراه المعنفه؟ لان البارح حسنا انه كتدخل بواحد نفسيه وكتخرج بنفسيه من بدايه التصريح الى نهايه التصريح ديالها او الشهاده ديالها. احنا في اطار العمل الجمعوي، وماشي فقط غير في الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا، ولكن جمعيات اخرى ومراكز الاستماع، وبالمناسبه كنبغي نحيي كل هالجمعيات اللي كتشتغل في هذا الباب، اللي كتحتضن النساء واللي كتبنى ملفاتهم وكتدعمهم، وهاد الجمعيات اللي عندها واكتسبت خبره طويله عريضه في مجال ديال الدفاع عن النساء وحمايتهم. خلال هذه اللحظات الاستماع لكوت المرأة ضحية العنف، في البداية راه كتكون عندها تخوف، لأن من السمات والصفات ديال المرأة ضحية العنف هو أنها كيولي عندها خوف، خاصة ضحايا ديال الجرائم الجنسية اللي كتبقى يعني عايشة مع المرأة طول حياتها. البصمات ديال هذاك الاثار ديال العنف كتبقى لا ماديا ولا نفسيا تابعه للمراه طول حياتها. وبالتالي هاد النساء ملي كتستمع ليهم في البدايه كيكون عندهم تخوف، ما كيبغيوش يصرحوا. اولا خصك تكون عندك واحد الطريقه، واحد البيداغوجي باش تخليهم يرتاحوا، باش يمكن يعرفوا بانهم كيبلغوا لشي انسان اللي يمكن غادي يتبنى ملفهم، غادي يستمع ليهم، غادي يثق في معاناتهم. هاد المساله كتعطيهم حتى هما من بعد ثقه، فاش راك شفتيهم البارح حنا كنقولوا لهم غادي تصرحوا والوجوه ديالهم ما بيناش، فحين هما كيقول لك حنا ما عندناش مشكل الان نصرحوا للاعلام وجوهنا مكشوفه. لهذا وصلوا لدرجه ديال انهم ولات عندهم واحد النوع ديال الثقه في نفسهم، رغم انهم ضحايا ديال العنف، ثقه في نفسهم انهم يصرحوا وبوجه مكشوف باش يفضحوا العنف اللي تمارس عليهم، باش يفضحوا معاناتهم. ملي كنتكلموا على العنف الممارس عليهم، ودائما في ظل هذه الايام التحسيسيه كنتكلموا على العنف ضد المراه من قبل الرجل، والحال هو انه احيانا كنلقاو انتم ادرى المراه ضحيه بنت جنسها بين قوسين، يعني ضحيه مراه سواء في العمل سواء في الاسره. واش ما كتوصلكمش هاد الحالات؟ لا هادو لا ما كيوصلوش هاد الحالات، ولكن ملي كنهضروا على العنف المبني على النوع كنتكلموا على ظاهره. ملي كنهضروا على ظاهره يعني استشرات ولا واحد النسبه مرتفعه وعندها مخلفات على جميع المستويات، انا داك كنوليو كنحاولوا نقلبوا على وسائل معالجه الظاهره. حالات العنف ممارس من طرف نفس الجنس كنظن هي غتكون حالات معزوله، كاين المراه اللي كتعاني مع الام ديال الزوج، كاين المراه اللي كتعاني في العمل من رئيسه ديالها كتكون مرأة، ولكن هذا ما مبنيش على النوع، لانه الا كانت رئيسه كنظن الا كانت رئيسه وكتمارس العنف غتمارسو على جميع المرؤوسين ديالها سواء ذكور ولا نساء. الحاله ديال مثلا ام الزوج
وهذه مسألة اللي هي طبيعية تنظن في المجتمعات كلها هذا واقع، ولكن ما كيوصلش للظاهرة. كما قلت أسباب ديال العنف إلى رجعنا عليها غادي نصيبوا الجذور ديالها داخل المجتمعات وأسبابها، فيها الاقتصادي، فيها السياسي، هناك قوانين اللي كتعطي تفاوت بين الجنسين، هناك الأسباب النفسية، أسباب اللي ثقافية ديال تربية المرأة في واحد النمط، أسباب نفسية ديال النساء، الخوف اللي كيتربوا عليه. يعني فاش كتبغي تعالج الظاهرة كتلقى عندها مجموعة ديال الأسباب المتشعبة والمتجذرة. والمعالجة طبعا خصها تكون بنفس المنطق، يعني خصنا نعالجه ما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو نفسي وما هو ثقافي إلى غير ذلك، باش يمكننا نوصلوا طبعا الحد من الظاهرة والقضاء على الظاهرة مستقبلا. بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، طبعا ضحايا نساء ورجال، واش ما يمكنش نتحدثوا على ضحايا رجال؟ بالنسبة للعنف ضد الرجال كنظن الحمد لله أنه ماشي ظاهرة، وإلا غادي نوليو في مجتمع مختل أن النساء ضحايا العنف والرجال ضحايا العنف، غيكون عندنا إشكالات. كنظن بأنه يمكن تكون حالات معزولة، ولا رجعتوا للإحصائيات كتلقى حالات معزولة جدا ديال الرجال ضحايا العنف، لأن أصلا ثقافيا وتربوي نشأنا في مجتمعات حتى البنيات ديال التنشئة اليوم اللي تراجعت عن دورها كتربي على أساس أن الذكر عنده سلطة وعنده سيطرة وعنده قوة وهو المتحكم اقتصاديا إلى غير ذلك. هذاك الشيء علاش كنظن العنف ضد الرجال ما يمكنش من طرف النساء، يمكن يكونوا كيتعرضوا لأنواع أخرى للعنف، ولكن ماشي من طرف النساء وماشي عنف مبني على النوع كما هو الحال بالنسبة للنساء كفئة هشة اجتماعيا واقتصاديا وعلى جميع المستويات. وبالتالي كنظن الظاهرة اللي كتدق ناقص الخطر وخص معالجتها على جميع المستويات، لا قانونيا ولا تحسيسيا ولا صحيا، وتكون واحد المعالجة لمقاربات كلها خصها تكاتف المجتمع المدني، الحكومة، كل متدخلين، وخاصة المدرسة والتنشئة والدور الشباب اللي ما بقاش كتأدي دورها، والشارع، يعني الأسرة كذلك اللي المجتمع في تحول وتخلى على مجموعة ديال تخلت الأسرة على واجبات ديالها نظرا للظروف الاقتصادية والتحول ديال المجتمع والظروف الاجتماعية إلى غير ذلك. وبالتالي كنظن كل هالمقاربات خصها تكاتف باش نوصلوا غدا لاننا تكون عندنا نصف مجتمع اللي هو نساءه في مأمن قانونيا واقتصاديا واجتماعيا باش يقدروا ينتجوا داخل هذا المجتمع.